وإذا بتحب أنا ممكن أعممه على الناس كلها يستفيدوا ويطوروا عليه، لكن لازم يكون بين حمايلنا وعشائرنا وقرائبنا وأولاد العموم يكون صندوق، ولو على مستوى الإخوة يكون في صندوق، لما بصير في حادث من الحوادث لما يكون في شيء بندفع منه. وأضف إلى ذلك ممكن بين الإخوان بين بعضهم الإخوة بين بعض ينعمل صندوق، لما بتيجي العيد مثلا نروح نعايد على الخوات نعايد على الأمهات، مرات في ناس بيعوقهم ما بيقدر يدفع، في ناس ما بيقدر يدفع، فهالصندوق هذا بيكون موجود، بنأخذ منه العيدية للأخت وللأخت وللعم وللخالة وكذا وكذا وكذا، بنروح نعيد عليهم مع بعض، فبيكون احنا طول السنة دافعين، مش يعني وقت العيد دفعنا. يعني هذا من أجمل الأشياء وتعاون على البر والتقوى.